رد الإعلامي وليد الفراج على تغريدة لأحد المشجعين لنادي النصر السعودي الذي يتهمه فيها بمجاملة نادي الهلال في مبارياته عبر قناة حكومية. وعرض الفراج عبر برنامجه الدوري مع وليد تغريدة مشجع النصر والتي كان نصها كالتالي: كل الاستفتاءات عن الهلال. استفتاء حلقة اليوم جاء لإثبات جماهيرية الهلال في الجنوب. أربع عناوين عن مباراة الهلال وأبها. لمتى؟ استحوا، إنها قناة حكومية. فجاء رد الفراج قائلا: تعال، الآن فريق متصدر الدوري ومتصدر الحضور الجماهيري ومتصدر الهدافين، إذن واجبنا كقناة حكومية إعطاء الناس حقها. وأضاف الفراج أنه يسير بمبدأ إعطي المجتهد حقه، وأن الجولة القادمة إذا أصبح هناك متصدر جديد وظهر هداف جديد سنعطي الناس حقها. وكما أشرنا سابقا، أعلن المدير الفني لفريق الهلال راز فالوشيسكو أسماء اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2020. واختار المدير الفني للهلال الكوري الجنوبي جانغ هيون سو وأندري كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتين بيغوميز. وتشير تلك الاختيارات إلى غياب اللاعب السوري عمر خريبين عن قائمة الهلال بدوري أبطال آسيا للموسم الجديد. يشار إلى أن الهلال يلعب ضمن المجموعة الثانية بالبطولة إلى جوار فرق شباب الأهلي الإماراتي وشهر خضر الإيراني وبختكور الأوزبكي. استشاطت جماهير الاتحاد غيظا وأشعلت التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن نما علمها بغياب المدير الفني الهولندي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تين كات عن تدريبات الفريق، وخاصة أن العميد ينتظره لقاء ناري ضمن الجولة 17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء القادم أمام التعاون. وكان السبب الرئيسي وراء غياب المدرب في اشتعال جماهير الاتحاد، خاصة أن الأمر يعتبر غريبا على مدرب كبير مثل تين كات الذي يترك فريقه وهو يعاني من أزمات فنية وتدهور وسوء مستوى لكي يشاهد مباراة في الدوري الإماراتي بين الوحدة والجزيرة. وظهر مدرب الاتحاد في وسائل الإعلام الإماراتية يعلن أن سبب وجوده في الإمارات هو لمشاهدة اللقاء. وقال الهولندي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء الإماراتي: افتقدت الوحدة والجزيرة، المباراة كانت رائعة وتستحق المشاهدة والمجيء لها. هذا ما جعل الجماهير تنفجر غيظا من طريقة تعامل الإدارة مع المدرب الذي يترك الفريق من أجل مشاهدة مباراة في دوري آخر، وعبرت عن غضبها ضد المدرب وإدارة الاتحاد بشكل كبير. ورد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد عبر حسابه بالتواصل الاجتماعي تويتر: غدا سيتواجد تين كات في تدريب الفريق وغيابه بسبب التأشيرة لا أكثر. يذكر أن الاتحاد يحتل المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فرق المؤخرة فقط. في ظل الأخبار المتضاربة عن رحيل نجم نادي النصر المحترف النيجيري أحمد موسى، حسم اللاعب القرار ومستقبله مع أصفر العاصمة، وذلك بعد أن أكد موسى في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال النيجيرية أنه سعيد بالتواجد بالمملكة العربية السعودية حيث يشعر بأنه محبوب من الجماهير. وشدد النجم النيجيري على أنه تأقلم سريعا مع الحياة
بالمملكة العربية السعودية وينوي البقاء فيها لسنوات عديدة قادمة. وأشار موسى إلى أن الدوري السعودي من أقوى المسابقات التي لعب فيها، حيث توجد تنافسية قوية بين مختلف الفرق، قائلا: لن يعلم أي أحد هذا الأمر إلا إذا لعب في هذه البطولة. كما أشار في تصريحاته الصحفية عن علاقته بفريقه الحالي نادي النصر، ووصف تجربته مع العالمي بأنها ناجحة للغاية، حيث حقق لقبي الدوري وكأس السوبر، وينافس مع الفريق بقوة على مختلف المسابقات في الموسم الرياضي الحالي. واعترف موسى بأن النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي بشكل سيء وأضاع العديد من النقاط، إلا أنه استعاد توازنه بعد الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري، وذلك بسبب اكتساب اللاعبين الثقة. وأعرب النيجيري عن أمله في البقاء مع النصر حتى نهاية عقده في عام 2022، وأضاف اللاعب أنه لا زال حلم العالمية مع بلاده يراوده، ولا يزال متمسكا بحلمه الكبير بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده نيجيريا، وذلك بعد أن حصل معه على بطولة أمم إفريقيا في 2013. جدير بالذكر أن موسى شارك مع النصر منذ انتقاله إليه في 42 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين، وذلك في كافة المسابقات. أشرفت رحلة الفرنسي بافي تيمبي غوميز الاحترافية في الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال على النهاية، حيث جاري البحث حاليا عن البديل الذي سيعوضه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. بافي تيمبي غوميز القادم للهلال صيف 2018 من نادي غلطة سراي التركي، نجح في تقديم أوراق اعتماده لجماهير الهلال منذ ارتدائه شعار الزعيم وحتى اللحظة، حيث ساهم في تتويج الموج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة، والتواجد في كأس العالم للأندية لأول مرة والذي حل فيها رابعا. ويمتلك الفرنسي غوميز 50 هدفا سجلهم في 60 مباراة لعبها مع الهلال، حيث أحرز 34 هدفا في 46 مباراة ببطولة الدوري، و11 هدفا في 14 مباراة بدوري أبطال آسيا، وثلاث أهداف في 4 لقاءات من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهدفين في كأس العالم للأندية. وكشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في فتح خط المفاوضات مع المهاجم الكولومبي رادامير فالكاو في الفترة الحالية من أجل التفاوض على تفاصيل عقد انتقاله للزعيم مع فتح أبواب القيد الصيفية. وبدورها أكدت صحيفة فوتوسبورت التركية على أن فالكاو سيكون بديل غوميز في الهلال بعد أن أبدى الأخير عدم رغبته بتجديد عقده والاستمرار مع بطل آسيا في الفترة المقبلة. كما أشارت على أن غوميز بدأ في التحرك من أجل العودة مرة أخرى لغلطة سراي التركي لاستكمال مشواره الاحترافي في ملاعب كرة القدم بعد رحلة مميزة خاضها مع الهلال. وأوضحت أيضا أن إدارة غلطة سراي تريد التخلص من فالكاو بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.